لأنهم لا يريدون منا أن نعظم النبي. لماذا؟ لأنهم لا يريدون منا أن نتبرك بمحمد أو أن نتوسل بمحمد. ومحمد كله بركة، محمد حبيب الله الذي أقسم الله بحياته في القرآن. تخيل معي وتصور، اسمعوا، لا تنشغلوا الآن بشيء آخر، انتبهوا للكلمة، لا بطعام ولا بشراب ولا بتوزيع حلوى ولا بكرسي ولا بمقعد، اسمعوا وانتبهوا واحفظوا. أيها الأحبة، الاحتفال بالمولد اشتمل على أصناف من الخيرات والبركات. الاحتفال بالمولد مدح للرسول وتعظيم للرسول بما فيه، فالله أقسم بحياة محمد في القرآن. لماذا؟ اسمعوا وانتبهوا، لم يقسم ربنا بحياة جبريل. جبريل رئيس الملائكة، أمين الله على الوحي. جبريل الذي قال العلماء يحتمل أن يكون مضى عليه منذ خلق إلى الآن أكثر من 100,000 سنة. جبريل الذي لم يعصي الله طرفة عين. جبريل مقدم الملائكة. جبريل الذي ينزل غالبا بالوحي على الأنبياء. جبريل مع العمر الطويل اللهم أقسم بحياته في القرآن. اللهم أقسم بحياة آدم الذي عاش 1,000 سنة. آدم أول نبي وأول رسول هو آدم. اللهم أقسم بحياة آدم. الخضر عليه السلام الذي قال فيه بعض العلماء هو من أبناء آدم لصلبه وما زال على قيد الحياة إلى اليوم. الخضر الذي قال فيه بعض العلماء من أبناء آدم لصلبه، وقال بعض العلماء كان في زمن وأيام موسى عليهما السلام. فكم يكون عمر الخضر؟ مع هذا اللهم أقسم بحياة الخضر. المسيح عيسى عليه السلام الذي ما زال على قيد الحياة، الذي لم يمت ولم يقتل ولم يصلب بل رفع إلى السماء. وكان ارتفاع المسيح إلى السماء من معجزاته الباهرة. فالمسيح لم يمت ولم يقتل بل ما زال حيا في السماء الثانية يعبد الله مع الملائكة، وسينزل إلى الأرض ويدعو إلى عبادة الله وتوحيده، وسيذهب للعمرة أو الحج، ثم يذهب إلى قبر محمد فيسلم عليه ويرد عليه رسول الله السلام. عيسى المسيح الذي ما زال على قيد الحياة اللهم أقسم بحياته في القرآن. محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من أصغر الأنبياء عمرا، مع هذا أقسم الله بحياته في القرآن. فقال له في سورة الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، قال ابن عباس، وحياتك يا محمد. فالله يقسم بحياة محمد لأنه أحب الخلق إلى الله على الإطلاق. الله يقسم بحياة محمد لأن قلب محمد حوى من تعظيم الله ومحبة الله وخشية الله ما لم يحوه قلب مخلوق قط. فهو صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله على الإطلاق.
وأفضل الخلق عند الله على الإطلاق محمد، وصل إلى رتبة لم ولن يصل إليها مخلوق آخر. محمد أعلى العالمين درجةً.